أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها اليوم بعنوان الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين، وأكدت أن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية. ففي إقليم كردستان العراق مثلا يواجه اللاجئون صعوبات خلال فصل الصيف في ظل درجات الحرارة المرتفعة جدا التي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية، الأمر الذي يعيق اللاجئين عن القيام بأعمالهم التي هي بالأساس غير متوفرة على مدار الشهر لتأمين حاجياتهم الأساسية وسط تقاعس المنظمات الدولية عن تقديم يد العون لهم. هنا داخل هذا السوق في مخيم دار شكران للاجئين السوريين في أربيل، معظم المحال التجارية لم تفتح أبوابها بعد، وتكاد تكون حركة المارة معدومة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. الجو حار كتير وكل شيء هون يعني بمصاري، يعني عم تسحب خط مولدة بكلفك 40-50 ألف يعني، وفي عالم ما عم تدفع، يعني ما بتقدر تدفع هالمبلغ، وجو كتير صفي، في عالم ما عندهم كهرباء لا عندهم بريدات ولا شيء. عمال عم يعني عمال الله يعينهم، يعني الجو حار وعم يطلعوا عم يشتغلوا، يعني في يوم شغل 10 ما في حسب الشغل، وجو كتير حار، يعني درجة حرارة مرات توصل 47 مرات توصل 48 حسب الجو. غياب المنظمات الإنسانية التي قطعت المساعدات الإغاثية عن معظم اللاجئين السوريين في إقليم كردستان أثر بشكل كبير على ظروفهم وطرق تأمين قوتهم اليومي، إذ خفض معظم العوائل اللاجئة من استهلاكهم اليومي للغذاء والحاجيات الأساسية، الأمر الذي قد ينذر بكارثة إنسانية لأكثر من ربع مليون لاجئ سوري في حال بقيت الأمور كما هي حالياً. أجواء المخيم والصيف تعرفها أنت كلها من حرارة وتعب وإرهاق، وفي عالم مع حساسيات ومن كثافة السكان، والمخيمات مو منظمة، مو منظمة المدن بتلاقيها كتير منيحة، بتلاقيها حديد، بتلاقيها كلها من مواد توتية، وبتلاقيها شوادر ومكيفات عادية، والكهرباء مو ثابتة، يعني في كتير عدد مشاكل بتصعب على اللاجئين كلهم. على الرغم من المناشدات التي طالبت بتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية لأكثر من ربع مليون لاجئ سوري في إقليم كردستان، لا توجد حتى الآن أي بوادر لحل من الدول المانحة. 43 درجة مئوية هي درجة الحرارة الآن ونحن ما زلنا في بدايات فصل الصيف، فهذا الارتفاع في درجات الحرارة أثر بشكل كبير على أوضاع اللاجئين وأعمالهم التي توقف بعض منها وأنهكت العديد من العوائل هنا أمام أعين المنظمات الدولية التي أدارت ظهرها لهم. لتلفزيون سوريا، رودي إبراهيم، مخيم دار شكران. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من أربيل مراسل تلفزيون سوريا رودي إبراهيم، ومعنا أيضا من غازي عنتاب وائل عادل، ومن بيروت نور طوق. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع رودي إبراهيم. رودي، يعني شاهدنا في التقرير الكثير من الحالات أو بعض الحالات للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق، كيف تتعامل السلطات هناك مع ملف اللاجئين؟ نعم، يعني منذ قرابة 10 سنوات يعني حكومة إقليم كردستان العراق يعني قامت بإجراء بعض التسهيلات للاجئين، يعني اللاجئ هنا في إقليم كردستان العراق يستطيع الخروج من المخيم والسكن في محافظة إقليم كردستان العراق، أيضا يحق له العمل وإنشاء بعض المشاريع الخاصة، هناك العشرات من المشاريع الخاصة باللاجئين السوريين هنا في مدينة أربيل، سواء كان مطاعم أو شركات أو غيرها من المشاريع الخاصة للاجئين السوريين. هناك بعض المشاكل التي ربما قد تصادف اللاجئين السوريين مثلها ومثل باقي اللاجئين في باقي بلدان العالم، وهي موضوع إيجاد فرص العمل وتقديم المساعدات الإغاثية من قبل المنظمات الدولية التي خفضت هذه المساعدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة في إقليم كردستان العراق. يعني سابقا كانت هناك مساعدات مالية تقدم لأغلب العوائل داخل المخيمات أو في خارجها، لكن هذه المساعدات انخفضت بشكل كبير، بقي حوالي يعني 37% من اللاجئين الذين يقيمون في داخل المخيمات يحصلون على هذه المساعدات، أما الباقي هم محرومون من هذه المساعدات
ولا توجد آلية محددة لتوزيع هذه المبالغ على هؤلاء اللاجئين. يعني في فصل الصيف لم يتم توزيع، في فصل الشتاء لم يتم توزيع مستلزمات التدفئة، أما في فصل الصيف كان هناك بعض المواد الغذائية التي تسلم لهؤلاء العوائل، نظرا لأن أغلب اللاجئين لا يستطيعون العمل مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية، الأمر الذي يعيق حركة اللاجئين ويعيق أمر ذهابهم والبحث عن فرص العمل، كون أن نسبة كبيرة من اللاجئين يعتمدون على العمالة اليومية. يعني هذا العمل أيضا ربما لا يتوفر على مدار الشهر، ودرجات الحرارة العالية جدا ربما تعيق هذه الأمور ويشكل صعوبة أمام اللاجئين. أما في باقي الحالات الثانية من الناحية التعليمية ومن الناحية الصحية، من الناحية التعليمية لا يوجد لحد الآن أي منهاج ثابت للطلبة السوريون، وهناك عدد كبير من الطلاب محرومون من التعليم في داخل المخيمات نظرا لقلة الدعم وعدم توفر الدعم لهؤلاء اللاجئين. أيضا مواضيع أخرى، يعني موضوع أجور المدرسين، يعني رواتب المدرسين، يعني أغلب هذه المنظمات قطعت رواتب المدرسين في داخل المخيمات، الأمر الذي دفع بهؤلاء المدرسين إلى مقاطعة عملية التدريس داخل المخيمات، لذلك بقي قسم كبير من اللاجئين من دون تعليم، وفي أيام الامتحانات يعني يذهبون إلى الامتحانات بدون دراسة وبدون أي شيء. نعم، سأنتقل إلى غازي عين سب مع وائل عادل. وائل، يعني حدثنا عن يعني السوريون في غازي عين سب تحديدا، كيف ينظرون إلى القرارات التي تتخذها الحكومة التركية بخصوص اللاجئين مؤخرا؟ نعم وسيم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني يراقب السوريون اللاجئون السوريون في تركيا هذه القرارات بتوتر وبنوع من عدم الاستقرار الذي رافقهم طوال سنوات اللجوء هنا في تركيا. يعني هناك خوف دائم، هناك من أخذ قراره بالعودة إلى سوريا لكي يرتاح من هذا التوتر. ربما القرارات التي يعني هناك بعض القرارات التي حاولت أن تحاصر السوريين، إذن السفر على سبيل المثال لا يسمح للسوري بمغادرة ولايته إلى ولاية أخرى، يعني عطل عديد من أعمال السوريين، الزيارات وما شابه، أيضا القرارات الأخيرة مثل حظر مناطق والانتقال من بيت إلى بيت آخر كانت عقبة، بداية هي عقبة مادية كبيرة بالنسبة للسوريين، ثم من ليس لديه إذن عمل أو سيكورتا قد يصل إلى الترحيل، أيضا هذه عقبة للعمال السوريين الذين هم بالأصل هنا في تركيا يحاولون، يعني العديد أو ربما حالات كثيرة منهم شباب صغار يرسلون الحوالات أو بعض الأموال لأهلهم في الداخل السوري، يبحثون عن لقمة العيش. ربما هم يعني السوريون هنا يعني ينظرون لهذا الموضوع بنوع من الخوف والترقب والانتظار. قلت لك هناك عديد من حالات السوريين التي في محيطي حتى القريب قرروا العودة، ومنهم من عاد إلى سوريا عودة طوعية بسبب هذا التوتر وهذا الترقب وهذا التضييق الذي يتحدثون عنه. أيضا هناك المعاناة الاقتصادية، معاناة الوضع الاقتصادي، ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة التركية، المعامل التي كان يعمل بها السوريون. بالأمس كنا في المدينة الصناعية هنا في غازي عين سب. غازي عين سب هي واحدة من أهم المدن الصناعية في تركيا، يعني معظم السوريين هنا يعملون في المعامل، هناك العديد من المعامل توقفت عن العمل، يقولون بأنها سوف تتوقف لستة أشهر أو سبعة أشهر، لا يعلمون بسبب الوضع الاقتصادي. العديد من العمال السوريون اليوم أيضا توقفوا عن العمل، هم لا يعرفون كيف سوف يعني يدبرون أمورهم. منهم من يجد من يستدين منه، منهم من يجد عمل مياومة، ومنهم من لا يجد وينتظر الفرج. ولكن يعني بشكل عام الأمور ضيقة ماديا واقتصاديا وأيضا نفسيا على السوريين بالنسبة لاستقرارهم هنا في
تركيا او في غازي انتاب. نعم، وفي بيروت مع نور طوق او في لبنان بشكل عام. نور، يعني الامور النفسيه كما تحدث وائل عادل بالنسبه لمطالبات بعض المسؤولين اللبنانيين باعاده اللاجئين السوريين الى بلدانهم، هنا ما دور المنظمات المحليه والحقوقيه والانسانيه في هذا الامر؟ نعم وسيم، يعني في الآونة الأخيرة تكاثرت أو يعني زادت الخطابات التي تدعي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إن كان من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل فريقه السياسي. هذا الفريق السياسي الذي نعلم تماما إلى من يتبع، إلى حلفاء نظام الأسد في لبنان أي حزب الله. كان هناك دعوات مستمرة لإعادة اللاجئين، كان هناك ضغط من قبل رئيس الجمهورية، وحتى أن ما زالت المطالبات حتى الساعة مستمرة بعدم تقديم المساعدات للاجئين السوريين في الأراضي اللبنانية وحصرها في المناطق السورية، مما يحفزهم إلى العودة إلى مناطقهم وفق تعبير السياسيين اللبنانيين. هذه المطالبات يعني لم تلقى أي تجاوب من قبل الجمعيات. الجمعيات التي تقدم المساعدات للاجئين ما زالت مستمرة بذلك في المناطق اللبنانية، وهي يعني على حد تعبيرها لا يمكنها، يعني اليوم اللاجئ السوري بوضع صعب ولا يمكنها أن تترك اللاجئين في لبنان من دون مساعدات فقط لغايات سياسية أو لأهداف سياسية. ولكن هذه المساعدات بشكل عام في لبنان انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة منذ العام 2019 حتى اليوم، وذلك لأسباب كثيرة، أولها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي أدت إلى فرض قيود كثيرة على المصارف اللبنانية والتحويلات المالية من الخارج إلى الداخل. هذا الأمر الذي أدى إلى نقص في ميزانية الجمعيات والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للاجئين بتحويلات مالية بالدولار الأمريكي، والتي تمنع المصارف اللبنانية تسليمها للجهات في لبنان إن كان مواطنين أو جمعيات أو مؤسسات. لذلك اليوم هناك صعوبة كبيرة في تأمين المساعدات أو الاستمرار بتقديمها للاجئين. هناك انخفاض كبير بهذه المساعدات، حتى أن يعني في بعض المخيمات انقطعت المساعدات بشكل كامل أو اقتصرت على الأساسيات فقط، يعني بدون تقديم مساعدات أيضا بارزة كالشوادر في فصل الشتاء أو كالمزود الذي ارتفع سعره بشكل كبير هذا العام. يعني باتت تقدم لهم كمية قليلة جدا بسبب ارتفاع سعرها وبسبب النقص في الميزانية عند الجمعيات. يعني هذا الأمر أدى إلى تراجع أو إلى ازدياد في معاناة اللاجئين في لبنان بشكل كبير، خصوصا في الأشهر الأخيرة مع يعني الانهيار الكبير الذي يعيشه لبنان من الناحية الاقتصادية ومن ناحية غلاء المعيشة وغلاء المواد الأساسية من خبز وملح وسكر ومازوت وبنزين، وكل هذه المواد الأساسية باتت أسعارها مرتفعة جدا وتتخطى دخل الفرد بشكل كبير، إن كان شخص لبناني الذي يتقاضى راتب أو حد أدنى للأجور منخفض جدا، أو إن كان لاجئ سوري يتقاضى قيمة قليلة جدا من الأموال بالليرة اللبنانية لا تتماشى مع غلاء الأسعار الذي يشهده لبنان. نعم رود إبراهيم، يعني يواجه اللاجئون السوريون في لبنان وأيضا في تركيا بعض المشاكل المتعلقة بالتصرفات أو الممارسات العنصرية، إلى أي حد هذا الأمر موجود في إقليم كردستان العراق؟ نعم، يعني ربما طبيعة اللاجئين الموجودين هنا في إقليم كردستان العراق أو غالبية الكرد السوريون يعني استطاعوا التأقلم مع الوضع في إقليم كردستان العراق، ولم يشهد إقليم كردستان أي حالة من الاضطهاد أو إزعاج هؤلاء اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى مناطقهم، رغم أن أغلب تلك المناطق يعني لا تزال ربما الوضع أفضل من الناحية الأمنية في باقي المناطق، لكن لم يشهد إقليم كردستان أي حالة من هذه الحالات. هناك تعايش، هناك بعض الإجراءات التي تسمح للاجئين كما ذكرت بالعمل رغم قلة الأجور وقلة فرص العمل، لكن لا يزال اللاجئ السوري ربما حاله أفضل من باقي المناطق في دول الجوار سواء كان في تركيا أو لبنان أو في الأردن. نعم، سأنتقل أيضا إلى وائل عادل لنتحدث يعني عن رغبة السوريين بالعودة إلى سوريا أو الهجرة إلى بلدان أخرى، إلى أي حد هذا الأمر موجود ومتوفر؟ نعم وسيم، يعني السوريون بمعظمهم إذا تحدثنا عن الفئة الشابة من السوريين سواء طلاب الجامعة أو
من يبلغون يعني العقد الثاني أو الثالث من العمر هم يحلمون بالذهاب خارج تركيا إلى أوروبا وعدم العودة إلى سوريا. في معظمهم معظم من قابلناهم أو هناك على الأحرى عدد كبير منهم يريدون الذهاب إلى أوروبا أو خارج تركيا، ولكن من تجاوزت أعمارهم يعني 40 أو 50 عام يقولون بأنهم في معظمهم أيضا يريدون العودة إلى سوريا في حال تغيرت الأوضاع السياسية. حتى هناك شريحة كبيرة أيضا يقولون بأنهم يعني يريدون العودة إلى سوريا في اليوم الذي كما يقولون يسقط فيه النظام السوري وتعود الأمور السياسية إلى الاستقرار، أو يشهد المشهد السوري السياسي تغيرا سياسيا بأي شكل من الأشكال. هناك فئة من يقولون بأنهم يريدون العودة إذا تحسن وضع الخدمات وأضحى أفضل والوضع الأمني خاصة. ولكن بشكل عام السوريون هنا في تركيا، يعني أتحدث ربما عن من قابلناهم أو من يتحدثون على السوشيال ميديا ويعلقون، هم يريدون أن يجدوا استقرارا، نوع من الاستقرار لا يجدونه في تركيا، سواء من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة ووصفها واسمها مؤقتة أو من يحمل باقي البطاقات، يعني يبحثون عن الاستقرار نوعا ما. حتى التجار هنا في غازي عنتاب لا يجدون الاستقرار، هناك العديد من التجار هنا في غازي عنتاب قالوا بأنهم يريدون المغادرة سواء إلى مصر أو إلى دولة أخرى لأنهم لا يشعرون بالاستقرار هنا. أشكرك جزيل الشكر وائل عادل، كنت معنا من غازي عنتاب، وجزيل الشكر أيضا لنور طوق من بيروت، وأيضا رودي إبراهيم مراسل تلفزيون سوريا في أربيل.